صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية. وجاء في التعميم أنه خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية يكون الدوام الرسمي في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر.